ابتديت. ابتديت ابقى نقطع بعدين في المونتاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده اول حلقات كرتونيات. ركزوا معانا. ومعانا دلوقتي النهارده في اول حلقه كرتونيات هيكون عندنا اربع كتاكيت وهنبدا نستوعب كرتونياتهم الكتكوتيه. ركزوا معايا. اتفضل يا باشا خد دورك. هنبدا كل واحد يديني الردود اللي انا اساله عليها. وارجوكم تكون كرتونياتكم جميله. يلا بينا. يوسف ايه كرتونيات؟ قولي نعم يا سيدي. انت نسيت؟ لا يا سيدي. لا كده انت بتستعبط. احنا عايزين رقم واحد في الكرتونيات. هنختبر الاربعه ونشوف انهي واحد من الاربعه اقوى معانا في اللغه العربيه الكرتونيه. اول حاجه معانا يوسف. لماذا؟ ايه لماذا؟ قول له نعم يا سيدي. هل تجيد تربية النباتات؟ حقا سيدي. نعم. وهل تجيد تربية العصافير؟ حقا يا سيدي. وماذا تربي أيضا أيها اليوسف؟ يا عم بس يا عم لطفي اصمت أيها اللطفي. لا تتكلم. اصمت. تكلم يا أخي يوسف. ماذا تربي أيضا؟ مايس. ما هذا المايس؟ اوصفه لي. حقا عندي ديل. نعم نعم. طويل شويه. طويل شويه. وهو اصلا قد كده. الله اكبر. حلو عليك كده. ممكن بقى نخش على المتسابق التاني. احنا كده شفنا اداؤه. احنا كده شفنا اداء يوسف في اللغه العربيه. سيد. هل تريد ان تقول شيئا اخر؟ لا يا سيدي. ثانك يو. ثانك يو. ودلوقتي معانا الحندوق الصغير. نريد ان نعرف ايها الحندوق ماذا تعرف عن الحيوانات؟ لا اعرف. وماذا تعرف عن النباتات؟ لا اعرف. انت مش عارف حاجه من النباتات؟ يس ايها اللطفي الزنبيق. اصمت الان. اصمت ولا تتكلم. وماذا تعرف عن البرمائيات؟ لا اعرف. وماذا تعلم عن الطيور؟ لا اعلم. وماذا تعلم عن الحشرات؟ لا اعلم. اذن فانت لا تعلم. ودلوقتي معانا السيد لطفي. اهلا يا سيداتي وسادتي. مرحبا بك ايها اللطفي في حلقاتنا المتواضعه. هل تطلعني على انواع الكائنات التي تريد أن تربيها في المستقبل؟ أجل. وما هي الكائنات؟ أذكر لي بعضا منها أيها اللطفي. التعبان لي أن يبن بيطلعوا السم، وده اللي أنا بحبه فيه. إذن أنت ما بتتكلمش كده لغة عربية. تكلم اللغة العربية أيها اللطفي. إذن تتحوني كلكم. نعم نعم سنتابعك. احكي لي ماذا تعلم عن الطيور؟ الطيور هي بمثابة نوع أحمق. نعم. وماذا تعرف عن الحشرات؟ الحشرات مقززة وصغيرة. نعم نعم إنها مقززة. وماذا تعرف عن الطيور؟ الطيور مقززة ويجب طمعها في القلب. نعم. وماذا تعرف عن الحيوانات؟ الحيوانات لازم لكم وجهها باللكم. لازم كمان وجهها باللكم. اللكمة قوية ستسدد لأي حيوان يقترب لك. أجل. أجل. ثانك يو. هل تريد أن تذكر شيئا آخر أخ لطفي قبل أن ننتقل إلى متسابق آخر؟ التعبان غبي جدا ومحو. اديني. اللمبة الكهرباء ضربت اشتغلت. سبحان الله. على فكرة والله لما ضربت شايف الوش نط جاي نار اسود. ده ايه ده؟ هذه الاسماك ملعونه انها تعمل بالكهرباء. اذا فلنكمل المسابقه. ماذا تريد ايها اللطفي؟ فلتتكلم. التعبان غبي جدا بس لازم ياخذ قلم على خلقته عشان يهدى شويه. نعم 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 شكرا لك شكرا لك. والان مع الاخ سمير طه. ايها الاخ سمسوم عبقرين الكبير. مرحبا بك يا سيدي. افيدنا بالله عليك.
بماذا؟ ماذا تعلم عن كلب البحر؟ كلب البحر هو حيوان. أيوة. ذيل ويدان ويعيش في الماء. نعم. يعيش برا الماء أيضا. إذن هو بر مائي. ويأكل الأسماك أيضا يا سيدي. نعم. ونعم. نعم ماذا قلت أيها اللطفي؟ ضربته مجنونا لعشان ياخد ألمين وهو نايم. استوب. احنا كده يا جماعة صورنا كل اللغات العربية ومعنا دلوقتي أخ يوسف عايزين تقييمه والأخ محمد الحندوق نريد تقييمه. عارفة أنا أحلى واحد. ومعنا الأخ لطفي الحنديق نريد أيوة أيوة. والأخ سمسم نريد التقييم القوي إلى هذه اللغة. قول يا سيدي. أرجو تقييم الفيديو. أرجو تقييم الفيديو. وأنا هعمل الجائزة الأولى والجائزة الثانية والجائزة الثالثة والرابعة ملهاش جوائز. الرابعة. بس هنديله برضو جائزة عشان ابننا برضو نديله جائزة. الأربع جوائز عايزين نعرف مين رقم واحد ومين رقم اثنين ومين ثلاثة ومين أربعة. يا ريت يا جماعة تفيدونا. رقم واحد كان يوسف. اثنين كان الحندوق الصغير. حندوسف. ثلاثة لطفي المحنبق. أربعة سمير عبقرينو المخترع الصغير. عايزين نعرف رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة هم اللي كسبانين وعايزين نرتب يا جماعة عشان نعرف الجوائز هتتفرق ازاي. حقا سيدي. حقا سيدي. سيدي سيدي سيدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.